السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عمي قريبان، أنا فرحان بزاف اللي جبت لي الحظ. مرحبا بك سي زكريا. أذك أنا يا مرض بالوسواس القهري، عييت من أذكار ويوم الرقية الشرعية جوج مرات والو. إيه؟ دا واحد جات هنا عندنا في قنيطرة حدانا، نعم مشيت عنده قال لي عندك فيك النش، ومشيت نعم ما كملتش من عنده حتى بقى لي شي ظروف، ومشيت لطنجة عند خويا قالوا لي جوين عند كاين تم، مشيت عنده قالوا لي ما فيك والو. نعم وباش جيت عاوتاني هنايا بقيت وجيت لهنايا للدار، ما زعف فيا داك الشيء بالدوبل، ما عرفتش كيفاش ندير. لا إله إلا الله. كنصلي ولا كنقرا قران، كيبانوا لي شي كتبان لي امراه لابسه البيض وشعرها طويل، مره كيبانوا لي شي تصاور حايدين في الله في الوضوء، وكنبقى نعاود ما لا اله الا الله وصافي. الله يشافيك اودي زكريا، يا ربي يا كريم، الله يشافيك، ان شاء الله ساجيبك ابني، شكرا لك، الله يشافيك ويعافيك. زكريا كيقول بان عنده الوسواس وعنده رؤى وخيالات كدار ليه وكيشعر بالتعب، قلب على العلاج ديال الرقيه الشرعيه. اولا نحب ان نذكر بان داخل الاذاعات هناك توجيهات من الهيئه السمعيه البصريه العليا للسمع والبصري، كتهيب بالناس ديال الاذاعات ما يبقاوش يتكلموا على الرقيه الشرعيه ولا على تفسير الاحلام، وذلك من اجل ان نربط الناس بالواقع وبالحياه الواقعيه اليوميه. ولكن احيانا نجد ذلك فيه ضغط. باختصار نقول لزكريا ولدي ان الامراض هي انواع واشكال. هناك الامراض العضويه واضحه وبينه اختصاصها الاطباء، كيمشيو عن الطبيب اللي كيعالجنا طبيا. اما الامراض الاخرى اللي هي نفسيه، راه كنمشيو عند طبيب نفسي حتى هو كيقدم لنا يد المساعده. ثم عندنا الامراض الروحيه، هذه غير منضبطه وغير معقلنه، وفيها ناس اشكال والوان. هناك الصالحون وهناك بعض الناس مدعون. يكفي ان الامراض النفسيه والروحيه هي علاجها يكون دوما فيما فرضه الله تعالى علينا من عبادات. أول شيء هو أن الإنسان دائما يربط قلبه بربه، دائما يستشعر وجود الله معه، الله معي، الله ناظر إلي، الله يكفيني شر الخلق، الله تعالى ينصرني، دائما عندي هذا المحادثة مع نفسي، ربي معي، هذه أول شيء. وهذه المحادثة باش تكون مع نفسي قوية لابد أن أردد الكلمة العظيمة سر الوجود مفتاح الجنة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أوطن بها نفسي لا إله إلا الله. دائما يا ولدي زكريا احرص على أن تقول هذه الكلمة بقوة، لأنها فيتامين قوي وتقهر أي شيء. كن على يقين بأن اللي عنده كلمة لا إله إلا الله قاهرة لأي شيء، للفقر، للمرض، للظلم، للبطش، للسيطرة. لا إله إلا الله تعطيك جنود الرحمن يكونون معك، لن تحزن، لن تبكي، لن تشعر بالفقر ولا بالمرض، أعظم دواء، لكن الناس يهملونها. المشكلة عند بعض الناس اللي كيمشيو يتعالجوا أنهم كيعطوا اليقين كله في الرقات، واليقين خصو يكون في الله سبحانه وتعالى. الراقي غير بشر، حتى هو مذنب وحتى هو مخطئ وحتى هو مفرط، هو غير موجه، لكن لابد أن تربط قلبك بالله. أعظم طريقة يا ابني زكريا للعلاج أنك تحافظ على الوضوء عند كل صلاة، لأن الوضوء سلاح المؤمن. الوضوء مش غير مجرد عبادة وتواب، راه سلاح. ملي كتكون متوضئ راه حتى حاجة ما تقرب لك من الأرواح الخبيثة. ثم الحفاظ على الصلاة في وقتها، لأن في وقت الصلاة مع الجماعة في المساجد تتنزل الألطاف الربانية وتستقبلها. ناس يجي وقت الصلاة ويفرطون في استقبال الألطاف الربانية، كتلقى وقت الصلاة راه مجمع في المقهى، راه أمام التلفاز أو تابلت، راه في السوق في البيع والشراء، وينسى بأن هذا الوقت توزيع الغنيمة، هذا الوقت نزول الألطاف الربانية، لابد أن تستقبلها. ثم بعد كل صلاة لابد أن نحافظ على الباقيات الصالحات. هذا أعظم ذكر اللي قالها يندرج في قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إلا تحافظ غير على الباقيات الصالحات عقب كل صلاة.
هي اللي قال فيها مولانا عز وجل في كتابه العزيز: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم حدث نفسك يا ابن زكريا بأنك سليم وبأنك معافى وبأن الله تعالى سوف يشفيك ويعافيك. حدث نفسك، لا تخف لا تحزن. إياك أن تخاف من الظلام أو من الخيالات أو من الأوهام، لأن الأرواح الخبيثة على ما كتحقر، كتحقر داك الخواف، داك اللي كيشعر بالرعب، هي كتدخل لي ديك الساعة وتتمكن منه. خليك قوي، لا أخشى إلا الله، ولا أطمع إلا في الله، ولا أرجو إلا الله. هذه العقيدة ديال التوحيد التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وستشفى شفاء تاما. إلا قدر الله أن الإنسان دار هادشي كله وباقي مازال عنده الأثار، يعمل بوصية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لقال المرأة التي كانت تصرع، قال لها: إن صبرتي لك الجنة. اصبر، هادشي اللي قسم الله تعالى، اصبر حتى يأتي الفرج. هذاك الصبر القول العلماء راه هو سبب العلاج، لأن ديك المرأة ملي صبرت وسلمت أمرها إلى الله، ما هي إلا أيام معدودات وزالت عنها الحالة. فالصبر مفتاح الفرج. ويكفي أن نتذكر قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. أحسن التوكل على الله وسوف تشفى. ولدي زكريا غتبقى دير الرقية سنين طويلة وغتبقى ديما مريض إذا لم تتوكل على الله. أما إذا أحسنت التوكل على الله نعطيك أيام معدودات قليلة جدا، وربي سبحانه وتعالى غادي يردك قوي، وغادي يردك إن شاء الله أنت قدوة للآخرين. الله يشفيك ويعافيك ويداويك، اللهم أمين يا ربي يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة. الله يبارك فيك لاله خديجة. كنشكرك على البرنامج الخير اللي تعلمنا منك، الله يجازيك بخير. أكرمك الله. واش عقلت عليا؟ أي عقلت عليك بنتي. لاباس عليك، كلشي بخير. الله يجازيك بخير عمي. تيقبض معاك في الصالة كانت مي. إيه. كنشد لي الوسواس. إيه. كنصليت عمي وموتي. نقول ما كان صليت بساطة، أنا صليت والد، صليت نعاود. لا إله إلا الله. لالا خديجة من الرباط، اللي هي أيضا شابة كتعاني من الوسوسة، والمرض الوسوسة هو مرض أصبح يصيب شبابنا كثيرا أمام الوضع اللي كيصوروا البعض بأنه مظلم ومقلق. صابنا الوسوسة. كنبغي نقول الوضع ديالنا ليس مقلقا، راه القلق فينا ليس في الواقع. الواقع كما خلقه الله تعالى مبارك، الواقع الحمد لله في كل خير. ربي عز وجل فتح الأبواب، ربي عز وجل رفع السماء بغير عمد، وكل يوم تأتينا الشمس في وقتها ترسل أشعتها الذهبية، وكل مساء يصعد صنوها القمر ويضيء ظلمة الليل بالنجوم المتلألئة حوله، وكل يوم هو في شأن يأتي بالأرزاق من حيث لا تدري. الناس ربما قل رزقهم لأنهم أصبحوا يعتمدون على معادلات مادية واقعية أكثر من اللازم، ونسوا بأن هناك رب الوجود، وأنه يرزق من يشاء بغير حساب. والرزق نوعين: رزق تأتي إليه، ورزق يأتي إليك من السماء من عند الرحمن من حيث لا تدري ولا تتوقع، إنه على كل شيء قدير.